تفضل. شيخ، الحديث عن المرأة، أنا أتوقع أن الحديث عن الأم بحد ذاته يكفي ويمثل ما في خاطر الشخص. أنا عندي بيتين للوالدة الله يحفظها، أقول اللهم آمين وخلي لكم أمهاتكم، أقول خصائل أمي مستحيل أوجدها، خصائل أمي مستحيل أوجدها، ما رقها ما حلوها معظمها، يبري يعدل مزاجي كلمة من فمها ويبري جروحي لمسة من يدها. بعد لخبطت البيت. خصائل أمي مستحيل أوجدها، ما رقها ما حلوها معظمها، يبري جروحي لمسة من يدها ويعدل مزاجي كلمة من فمها. فالكلام عن المرأة أنا أشوف أنها بالفعل أكثر ما هو باللفظ، ويعلم الله سبحانه بواسع تقديرنا لهم جميعا، والله يحفظنا ويحفظ أمهات المسلمين جميعا.